السلام عليكم. ضمن المشروع نتاع سد كف الدير بولاية بازا اللي انت يعني الأشغال انتهت به الآن، حبينا نعرفوكم بالمنشآت الكبرى نتاع تحويل المياه من هذا السد نتاع كف الدير إذا بولاية بازا باتجاه الولايات المجاورة. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو التفصيلي عن أشغال التحويلات الكبرى، يعني تحويلات يعني ضخمة وإنشاء عدة مخازن للمياه عبر الولاية عبر البلديات المحيطة بالسد، وكذلك فيه ثاني جزء من هذا السد سوف يحول باتجاه ولاية الجزائر. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو إذا من إنتاج الوكالة الوطنية للسدود وكوسيدار. وللعلم أنه هذا المشروع الضخم يعني من إنجاز شركة كوسيدار اللي راهي أصبحت رائدة في يعني في المنشآت الكبرى والمشاريع الاستراتيجية في الجزائر. إذا نتمنى لها يكون فيها تكون عندها مشاريع خارج الجزائر. إذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول مشروع تحويل مياه صالحة للشرب من سد كاف الدير باتجاه الولايات البلديات المجاورة والولايات المجاورة. إذا نترككم تتابعون، والسلام عليكم.
بلا صوت نديرها من هنا ديرها الفوق كاع كما راهم قاريا داكور داكور ديرها زوج دو فواتير ومن بعد نشوفو سي جامي نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو زوج دو فواتير اخرى Ça sent mal ici.